مرحبا بكم مشاهدينا في حصة مع السفيرة. ودائما انتوما المواضيع انتوما اللي تبعتونا عليها. خلوني قبل ما نبداو الموضوع اليوم ولا الحصة تاع اليوم خلوني نقول لكم شكرا كثير على الأسئلة اللي راهي تلحقني. وانا كما قلت لكم فقط ما تقلقوش لانه كثير من السيدات والانسات يقولوا لي ما راكيش يعني ترجع علينا. لا بالعكس، يعني انا ناخذ كل المواضيع وكل مرة نقتني موضوع ونجوزه في الحصة، يعني الإجابة عليه راح تكون في الحصة. إذن موضوعنا اليوم كذلك هو انتوما سيداتي وانساتي، موضوع يهم المرأة 100%، هو طريقة نزع شعيرات الرقيقة اللي تكون على الوجه، يعني نزع طريقة وتدبيرة لنزع الشعيرات الرقيقة على الوجه. طبعا احنا المكونات دائما تكون متوفرة في البيت وهذا هو الأهم، وكذلك التدبيرة تكون غير مكلفة، والنتيجة يعني الأهم يعني هو النتيجة أنها تكون رهيبة وفعالة 100%. والتدبيرة تاعنا تاع اليوم كذلك هي ناجحة ومجربة. إذن واش نحتاجه فقط في هذا التدبير؟ قلنا باش ننزعوا الشعيرات الرقيقة اللي تكون على مستوى الوجه، لأنه كثير من السيدات اللي باتوا لي وقالوا لي أنهم ما يقدروش يستعملوا الحلاوة اللي هي العصير ولا الرجينة، يعني عندهم مشكلة كي يستعملوها، عندهم تهيج البشرة ولا عندهم امبوسونسيبل يعني بشرة حساسة ما يقدروش يستعملوها. أنا اليوم قلت لكم جبت لكم تدبيرة بمكون واحد فقط، يعني متوفر قلنا في كل بيت، وكذلك النتيجة تاعو فعالة، هذوك الشعيرات راهم رايحين يروحوا. واش نحتاجو؟ إذن نجوزو نشوفو مع بعض المكونات. عندنا القليل من الماء، ماء عادي تاع العين، يعني ما يكون بارد ما يكون سخون. عندنا الفارينة، فارينة الطحين اللي هو الفارينة، وعندنا ان بوكال وين يعني ريسيبيون صغير، وين رانا رايحين يعني نديرو نخلطو هاد المكونات مع بعض، يعني هاد زوج تاع المكونات رايحين نخدمو جوغ تاع اون كول اليمونتير، يعني سي اون كول بالفارينه والماء. ونوري لكم طريقه التطبيق ولا تاع لابليكاسيون ديالها. اذا رايحين نشوفوها هنايا مع بعض. قلت لكم انتوما اللي بعتوا واخترتوا الموضوع، احنا ندير لكم اون ديمونستراسيون باش تشوفوا هكا، يعني هي شويه لما هذه الوصفه مليحه للوجه، لانه الشعره تاع الوجه رقيقه ماشي تاع الجسم هكذايا. ورانا رايحين نضيفوا لها الماء تدريجيا حتى نتحصلوا على كيما نقولوا عجينه ما تكونش جاريه وما تكونش كذلك متماسكه بزاف. دوك نوري لكم القوام هكذا، راح نزيد نجريها غير شويه فقط هكذايا، شويه برك حتى تولي لي يعني تتلاصق وحدها. فوالا، خاطر الفارينه تزيد تشرب الماء معروف عليها. اذا شوفوا معايا كيفاش هاي اللي كنتحسوا على هذا القوام هكذا هكذا، يعني تكون بهذا الشكل هكذايا، هكذا تقطع وحدها. هذا ما كان، شوفوا كيفاش. فوالا، إذن قلت لكم ما تكتروش بزاف باش ما تجيكمش ناشفه بزاف ومن بعد تولي تكسر وحدها خاطر تشرب بالماء، وما تجيكمش كذلك كيما نقولوا جاريه بزاف كذلك، وين ما تقدروش تتحكموا فيها لما تجو تابليكيوها كيما راكم تشوفوا. الان نجوزوا الطريقه تاع لابليكاسيون ولا طريقه التطبيق على مستوى الوجه. اولا قلنا رايحين نجيبوا هذا الخليط، رانا رايحين نطفوا يدينا مليح ونطفوا وجهنا، كان لازم وجهنا ما يكونش بالماكياج ولا يكون فيه كريمات ولا، لازم نغسلوا وجهنا مليح بغسول خاص يعني بالوجه، نطفو مليح ونشفوه من الماء، ثم نابليكيوها على مستوى الوجه كله ونخليوها حتى تنشف تماما. لما تشوفوها جفت تماما تماما نبداو نديروا حركات دائريه بهذا الشكل حتى يعني تتحربش وحدها. في نفس الوقت هنايا راكي رايحه تشوفي انه وجهك بياض، يعني راهي رايحه تعطيك نضاره للوجه ديالك، راهي رايحه تنظف الوجه تاعك، كذلك راكي رايحه تتخلصي من الخلايا الميتة بمجرد أنك ديري دوك الحركات الدائرية. وكذلك الشعيرات الرقيقة راهم رايحين يطيحوا يعني مع بلا ما يوجعوك، بلا ما كما نقولوا ما تتألمي، بلا ما يكون في تهيج، بلا ما يكون في إحمرار، بلا ما يكون في أي مشكلة على مستوى بشرة الوجه. إذا قلت لك لما ديري دوك الحركات راح يتحربش هذاك الشعر، راح يتقطع وحده، راح يتقطع، راح يحبط مع الفارينة هذيك، ثم رايحين نشلوا فقط بالماء العادي. إذا إن شاء الله تكوني استفدتي معايا اليوم في التدبيره تاع اليوم اللي كانت هي دائما من اختيارك ومن اسئلتكم انتوما سيداتي وانساتي. اذا كانت معك وسيله بولحيه في حصه مع السفيره بيان سور، للحصه اللي موجهه لكل السيدات والانسات، ونقول لكم تلاقوا في عدد اخر ان شاء الله. سلام.